السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله يا شباب، كيف حالكم؟ طيبين مبسوطين؟ عسى اموركم طيبة ان شاء الله. انا داري يا شباب في كل مقطع انزله تحسبونه جراند وما يطلع جراند، وتقولون المقطع اللي بعده اكيد بيكون جراند وما يطلع جراند. اعتذر عن قطاعي 73 اللي راحت ما نزلت اي مقطع جراند ولاسباب كثيرة والله العظيم. باذن الله في الايام الجاية بعلمكم وش الاسباب اللي خلتني اقطع وزي كذا، في اشياء قاعد اشتغل عليها حاليا فما اقدر اقول لكم الحين، لكن هذا المقطع هو جراند اللي انتم بتطلبونه يا شباب بناء على طلبكم، غالين والطلب رخيص، فبحكم اني انا نزلت جراند سووا لايك بليز سووا لايك. تمنياتي يا شباب ان هذا المقطع نال اعجابكم، لا تنسوا ربي يسعدكم اللايك والاشتراك، وهذا حسابي بالسناب شات تروني ما انزل فيه ولا شيء اذا حابين تتابعوني. الله يعطيكم الف عافيه يا شباب ومشاهده ممتعه. والله لجند ابوه. هاي يا عيال جاهزين يا عيال؟ خالد اقسم بالله العظيم خالد لا اطلع لك، اقسم بالله. السلام عليكم، عندك اخو قروشه زي الحقيقه حبيبي هو الوظائف، خلينا نشوف شو الوظائف الموجوده. السلام عليكم، هلا استقبال. شلونك؟ ولا شو صار هذا؟ قوم تحرك، صار انفجار برا، وش صار؟ خلينا نشوف صار دمه بارد. السلام عليكم. وعليكم السلام. بحكم انك انت قاعد في مكان التوظيف انا يبدو انك انت عندك الخبره اكثر مني في اختياري للوظيفه، ابغى وظيفه ما اتعب فيها وادخل منها مبالغ كبيره، تمام؟ عشان الجا بالخبرات والعياذ بالله في الاشياء هذه، بعدين تكون اموال وسخه، تعرف انت الاشياء هذه تجي، بعدين اروح اغسلها انظفها. تمام، بشوف لك الحين. وهز يا وز. ها؟ لقيت لك وظيفه. وش الوظيفه؟ وظيفه مدرس. تبي؟ مدرس؟ عاد سبحان الله انا عندي خبره، انا مدرس خصوصي كل شيء، بدا كله نحو، فيزياء، كيمياء، رياضيات، علوم، كل شيء، جيولوجيا. تدري ولا ما تدري ان الارض كرويه؟ امس ما كان وديك المدرسه والشاطئ يعني كثير، يلا بس نفس الخبره يعني. كيف كذا مدرس معك استاذ صبري يا الغالي؟ ها اذا تبغى تناديني يعني من يوم رايح الحين بسالك، يعني انا ذا الحين مضمونه وظيفتي اني بكون مدرس؟ اي مضمونه يعني في الجيب، يعني اريح من ذا الحين. ها بالجيب. يلا همشي الراتب، الله يطول بعمرك الراتب. ما عرفت انا بالاسم الكريم، الله يطول بعمرك. معك صول. والنعم والله والنعم عليك فوز. ايش لازم الحاكم يوقع لي على ورقه اني اصير مدرس ولا ايش السالفه؟ الله يطول بعمرك. ها هذه المدرسه؟ هذه المدرسه هذه كلها مدرسه ما شاء الله. تمام اسمع، سم قبل تدخل بعطيك شغله انا، هلا عندك راح تستفيد منها واجد. تمام ايش الشغله؟ راس وش هذا؟ بس هذا شغله معك راح تستفيد منها بعدين. انت تسبق بالاشعار. الله يسعد، انا اعرف اللي جايك ما شاء الله يفكرون كويس. تعال هنا يمين. مين؟ هذا مكتب المدير. لازم اول شيء يدق الباب. من هذا يا؟ هذا مدرس جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. شلونك الغالي؟ طيب معك استاذ صبري، يقولون عندكم ما شاء الله وظائف هنا في التدريس. صحيح، بس الماده يعني وش الماده اللي تخصص فيها؟ كل شيء للطالب عمرك، رياضيات، نحو، فيزياء، كل شيء عندي. وش تعريف الجاذبيه؟ لكل فئه رده فعل، اعرف كل شيء للطالب عمرك. تبغى رياضيات؟ الحقيقه انا نبيك تقدم السي في ونراجع الوضع ونرد لك في اسرع وقت ان شاء الله. السي في؟ شو طال عمرك ابشر. سم هذا راس ارنب شرحته للولوم، هذا ابسط شيء ممكن اقدم لك اياه. اي نعم، عشان كذا معطينا راس سود. عشان اشوف السي في يعني. ما نعطيك هد تمساح؟ طول عمرك انا كنت في مختبر من اكبر المختبرات. ولا شغال تشريح؟ انا طول عمرك كل شيء، تبغاني مدرس خصوصي خارج المدرسه حاضر، تبغاني في المدرسه مدرس حاضر، اللي انت عاوزه. ايش رايك يا الوكيل؟ انا والله القرار عندك يا ابو عبد الله. وين النقص يعني عندنا في المواد يعني؟ مدرس بدنية. أنا أشك رياضيات. لا يا طويل العمر، مدرس بدنية ولا كاميرا المدرسة البدنية؟ أنا أبغى أهم شيء تكون يعني المادة اللي أدرسها تعطيني راتب. أهم شيء أنا المادة اللي بدرسها يا حضرة المدير تعطيني فلوس أكثر من أي راتبك 2000 وشرط إنك تجيب كورة معك. ومدرس الرياضيات كم؟ عبد الله انا الحين اطلع لك، الحين اطلع لك بالضبط كم يا عيال. وش اللي 2000؟ شوف الله يسعد، خلنا حبايبي حضره المدير، خلنا حبايبي الله يطول بعمرك، اعطنا راتب زي الناس. عطاله ترى احنا عطاله. 2000 وتجيب معك كوره؟ في اصعب من كذا يعني؟ 2000 وانت نايم. رياضيات ابغى مدرس رياضيات، انا مدرس رياضيات ماهر محترف. خلاص حطك ولك مني اول حصه توزيع فرجار على الطلاب. جاني انت بس. ها كم راتب يا حضره المدير؟ كم صار بشر يوم ها؟ 5000 ان شاء الله. 5000 طيب الحمد لله، وطبعا في ترقيات مع الايام صح ولا لا؟ اثبت نفسي وجدارتي يزيد. الله يطول بعمرك. طيبه جدا جدا بعد يعني. شوف انت انا عشان كذا اشترطت عليه انه يجيب براتب وورق العمل ويجيب ادوات هندسيه، اهم شيء التزامك في الحضور. طبعا انا اللي بفتح باب المدرسه الله يطول بعمرك. انا هذا اهم شيء، وانا اللي بقفل الباب اول ما اخرج، اول ما ادخل واخر ما اخرج. جزني معناه ذا الناحيه غيره. والطلاب اللي ما يجون ولا يمورهم
انت اللي ترجعهم ترى. ارجع طلاب تعرف يعني ايه تعرف الفراش حق الدفاع يعني ما عاد يجي الباص خربان تخليك كريم يعني فاهم. ابشر كريم يا ابو عبد الله كريم بس على بركه الله انت يعني. تقول واحنا ننفذ الله طول بعمرك نوقع يعني على بركه الله استاذ صبري الدرس الرياضي نوقع على بركه الله توقيع خلي وقع موجوده موجوده كل شيء موجود بس طلع طلع تعالوا ياي تعالوا ياي الله من نظرات هذا نطبع الله ان شاء الله امورك طيبه يلا يلا بسرعه خلينا نلحق الكلاس خذ اسبوع يقطع وبسم فيه يلا دقيقه بس الاسم الاسم انت تقول لي استاذ صبري صح صبري صبري معك طال عمرك نعم صبري على اسمي صبور اتصبر المواد كل المواد تبغى رياضيات فيزياء كيمياء علوم ما شاء الله يعني كل شيء بتاع كله انت يخسم مدرس عندكم مع احترامي درست نفس تدريسي هذا عرفت يعني انا قادر اني اعطي الطلاب حصه واحده الحصه هذه فيها جمع فيها كل المواد عرفت باختصار يقدر الان يتحرك يا ابو عبد الله على الحصه نشوف الاداء او شغله طيب تعالوا ياي اصبر هذا الحين اشرح اشرح الان اي اشرح من اليوم من اليوم الان تشرح اشرح ابو عبد الله دخل مدرس حنفي ابو عبد الله الطلاب قاعدين يدخنون بالحمامات يا ابو عبد الله يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ابو عبد الله ادخل يا حمود ادخل انا اشوفهم انا اشوفهم انا اشوفهم طب خلي يدخن ما كنت تدخن انت يعني في يوم من الايام في الحمام ها دخن انت يا من يا انت مين انا حنفي انا حنفي يا انا صبري اها مدرس صبري هنا وامزح ها انا شديد لا تدخن يا استاذ صبري يا استاذ صبري خلص افصل عليه يا استاذ صبري المدرس الفاضل شيء ما يعنيك لا تتدخل فيه يا استاذ صبري ارجوك ارجوك استاذ حنفي استاذ حنفي مدرس كيمياء واعرف استاذ حنفي على صبري بتاكله كل شيء صبري بتاكل اكمل سيجارتي واجيكم اجل تعال يا حمود تعال تعال يا طالب تعال 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 خليني بس انا اجيب القلم بس يلا انا بروح اكمل حصه تفهم معاه يلا يا خلود تعال يعطيك العافيه انك علمتني شنو ابوي شنو هذه صبري حياك صبري عرفك على الطلاب سمي حضره استاذ انت ايش اسمك انت حنفي حنفي استاذ حنفي 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 حياك الله حياك الله ما شاء الله معك طلاب المجتهدين ما شاء الله كمل الدرس ما علينا يا اخوان انت خلصت حصتك يا حنفي عشان ابدا حصتي انا ولا باقي ها يا عيد السؤال ولا عرفتوه لا عيده تمام يا استاذ صبري شويه عطنا مساحه يا استاذ صبري انا كرسك وصل لي عندي وش سوينا يا استاذ صبري عن الغلط قدام الطلاب يحد يعطيني تعريف التركيب الضوئي يا شباب تركيب الضوئي يا سلطان طالب سلطان يلا يلا حمودي ضوء ضوء عندك تركيب ضوئي اكثر من ضوء صح عليه الله يسعده بطل وحش قوم الله يس عطني ايدك ما توجهي يا سر اذا قريت الدرس وحفظت الدرس تقدر ان تعرف ان الشيء هذا ممنوع معك سيجاره ها هلا سيجاره الحبيب شيء قدرات تعال ها ارفع ايدك تعال يا ولد صاطي انت يسعد امك طالب قوي يا شيخ يعجبني اللي عرفت حبتين يا لا تحترم هالمدرسين هذول تعال تعال السلام عليكم ستوب شايفين نفسهم عليكم السلام حرك انت حرك بس حرك اوكي اسمع معك استاذ صبري يا الحبيب اضبطك انت بس ضبطني اعطني دخان شيء انا ما ادخن اجري مسكينك في الحمام ايش تسوي ها انت تدخن ولا شيء عند المدير تقول انك تسجل في الحمام انت قاعد تصيد علي صح انا لا يا خبل انا مدرس شبابي طبعا عرفت يعني روحي مليح انا متواضع جدا يعني ايه عملك كيف في الموضوع لا تدخل في الحمام يا قليل لا قاعد تسجل في الحمامات يوم ولا تضرب لاحد حسابك ما تستحي قليل ادب بس ان شاء الله ان شاء الله دكتور والله لا بس خليه البطه ان شاء الله حاضر ما عيدها ما عيدها محمد نعم استاذ نعم نعم محمد وقعت على التعهد ولا ما وقعته عطني ايدك وقعت تعرف ان هذا عطني ايدك استاذ ابوي ما طقني زين عطني ايدك انا محترم فرق السن فلو سمحت استاذ يعني مو قدام المدرس الجديد ما ددك لو سمحت انا اضربك ما ددك الله يضربك انت تدب اقسم بالله اسم والله العظيم ضربه اللي ما توجعك ما تموتك والله خربها وياك والله حفصلك حفصلك حفصلك
روح 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 درس روح درس بس فكني فكني روح درس ما عندك غير شو الطالب الوحيد انا يعني انا يا حضرت يا حضرت يا الناظر عبد الله اسمع اصواتكم ما انا من المكتب هذا قاعد يتحرش فيني يا حضرت الناظر يا ابو عبد الله الموضوع ابو عبد الله الموضوع ما يستعب الله يا ابو عبد الله اتمنى لك يا ابو عبد الله ان تشوف الموضوع ما يشكت عنه اقسم بالله مين الطالب هذا يا حضره الوكيل بس انا اذنك دقيقه حضره الوكيل مدرسه هذه بزوطه هذه ما هي مدرسه متى نبدا كلاسنا يا ابويا باشرح انا سلام كم كلهم برا انا عبد القاحي خبر انا مدرس هنا الله يسعدك يا طالب يلا على الفصل يا طالب يلا على الفصل يا طالب يلا على الفصل انا مدرس على الفصل يا طالب قدام على الفصل يا طالب يلا 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 عبد القاحي الله قوي قوي ما شاء الله على الفصل يا طالب يلا قدامي قدامي هناك الخشم كل مخيس خد قاحي قاحي الحق 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 احنا في مضاربه طلاب يا طلاب يا طلاب يا طلاب ما يصح اسكت يا طلاب يا طلاب الموضوع يا طلاب يا طلابي يا ولد يا ولد وقف انت وياه وقف يا جدع هذا وقف ما تستعد لا اله الا الله وقف 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 الكلام ما ينفع معكم صح الكلام ما ينفع والله لا 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 وقف هدي 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 والله والله العظيم اقسم بالله العظيم لو شفت طالب هنا قاعد تسب ليلته سوداء اليوم يلا ان شاء الله يلا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انا اعرفكم على نفسي يا شباب هلا والله هلا بلا مضايق لا خلاص قوم هو شبك جلس مكان ثاني كلمك انت اللي قدامي قوم يا طالب في كراسي واجد روح اقعد ورا يا طالب حبيبي ما خلصت حصتك يا استاذ حنفي تراك بلستر يا اخي مشرف على الفصل مشرف على نفسك يا حبيبي اضرب برا جا دورنا احنا نشرح لطالب امرك تقعد تداخل نفسك في شيء ما يخصك برا احمد يا شباب استاذ هذا قاعد مكاني يا استاذ يا اخي اخذ برك اقعد ورا استاذ انا متاخر عادي تسمح لي ايوه اسمح لك تفضل شرطه السلام عليكم استاذ صبري حياك الله مديري كيف اقدر اخدمك الله يحييك بس الطالب هذا يعني خل عينك عليه هذا الطالب ابشر عيني عليه خلاص عيني عليه ذا الحين مره خلاص تقدر تفضل ابدا اشرح لطالب امرك ابدا اشرح الله يسعدك يعني كانك تطردني يعني لا ما اطردك الله يسعدك بس عشان ابدا اشرح عرفت يعني والله ما طردتك والله بس اقول لك يعني لو تقدر تتفضل يعني ها طالب ارجع هذا العصا ارجع يا طالب تعطيني العصا ذي عشان فاهم فيها ما تطلع بس حاضرين حاضرين ابوي بنرفق عليهم انت بس السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هلا بالعيال هلا والله شلونكم ترى اذبحك اذبحك يا طالب ترى انا عصبت ما اعرف ابدا ما صبري صبري هلا والله تعتذر على مقاطعه درسك يعني لكن هذا الطالب لازم ينطر اطرده اخرج يا طالب ولا راح يتم استدعاء ولي امرك اخرج تعامل معه تعامل معه يا ابوي الحصه خلصت وهنا باقي ما بدينا يا حضره المدير عادي اشرح يا ولد يعطيك العافيه يا استاذ صبري الله يعافيك الله طالب عمرك الباب يوسع جمل حبيبي لا لا هذه فيها طرده صريحه لا لا ميانة تعرف انا مدرس اسمه مدير عسى ما اشر يعني معليش تحمست يا حضرة المدير ما يخالف انا ببدا شرح تعرف بيخلص الكلاس بيخلص هذا اول يوم لك يا استاذ صبري مالك مالك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كيف حالكم يا طلابي الاعزاء طيبين عليكم السلام ورحمه الله وبركاته لا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اسمعوا يا شباب انا هنا مدرس تمام مدرس انا مدرس هنا انا جاي ادرس انا جاي اعلمك انت ايش كالك الله طلبه اجلس على الكرسي بليز اجلس اجلس مدرس واسلوبك كذا اقسم بالله لما تضبط وضعك انت اقسم بالله سلاح بين عيونك ترى انا فلاوي وفي نفس الوقت ترى مدرس جديد ترى كلمه واحد اقسم بالله بين عيونك اسكت انا راح ادري ان عندي سلاح تمام كلكم موتى اليوم ان شاء الله يا شباب بنعلمكم تمام علوم المرجله مع رياضيات في زادي ما عندنا عجبني هذا وين محمد انت رجال كفو اسمعوا طالب رفع عليك صوته اعطاك كتف في السيب ايش تسوي تبقس وجهه جاء المدير يفزع بقس وجهه عرفت ما عندنا نظام انا ليش اروح عند اشتكي ما تشتكي هنا تاخذ حقك بيدك ها جو ياخذ حق بيدك اي جوك اي احد قال لك اعطوا سكارفيس على وجهه عند وجهه سكين دقيقه بس بشوف المدير موجود دقيقه اتحرك اسال الله ان يشغلك في نفسك زي ما انت قاعد تشغلنا في نفسنا حلو الوضع ما في احد هنا خذ راحتك يا ابوي لا اجلس شوف يستوب روح الحمام يلا اخذهم خليهم عصابه معي بس ها اجلس اجلس طيب وانا اتكلم اسكت ولا تسكت اجلس اجلس هلا قلت لك تجلس علي تجلس اجلس هلا مالي هلا والله مدير سم الله يعني ابو عبد الله مشتكي الان من مشتكي نعم مشتكي من مشتكي الله طيب منك ابو عبد الله من ابو عبد الله دي مدرسه ليش المدير ليش مشتكي
يعني ما تعرفنا يا استاذ صفيمه وقدر يعني المدرسه يعني صوتك صوتكم طالع برا يا صبري ما يصير علي انا بعد يا استاذ صبري الواحد يعني يا حضره المدير ما يتحمس بالشرح يعني انا اسمع انا طبيعتي عشان اوصل المعلومه لازم ارفع صوتي يعني لصق فاهم كذا عرفت هذا ايش فايدتك في الحصه يوم ان الطلاب يصرخون من صارخ طلاب اسجل علي الان تعهد يا المدرسه مسكونه المدرسه مسكونه انا اسجل عليك هذول قدامك كلهم في احد فيكم تكلم يا شباب مالك كلمه في احد فيكم تكلم ما شفت لك شفت لك تتوهم ما حد تكلم على طالب عمرك انت تعاني من مرض الله شباب مديرك انت يعني تكذب مديرك انا ما اكذبك الله يسعدك انا ما اكذبك اليوم ان شاء الله راح ننظف المدرسه باذن الله راح ننظف المدرسه بنبي ترجع المدرسه البيت يا استاذ وراح ترجع الطلاب واذا قال لك واحد اشتري لي ايس كريم وما شريت له خصم مرات الفطور بعد ما نطر اسمعني لو ما تسمعني وفطور المعلمين اليوم على حسابك يا قليل الادب ابشر تقدر تستكمل حاضرين راح اكون حاضر ليش انا بشرح لوحدي مع طلابي بدون ما احد يكون معليش يا حضره المدير تفضلوا ابغى اشوف العيب منك ولا من الطلاب يا لوش اقول ذا الحين طبقه الاوزون بشرح طبقه الاوزون دقيقه طبقه الاوز فوين وصلنا يا شباب احنا بشرح التركيب الضوئي للماده س من القسم السابع طبقه الاوزون يا شباب هي جزء من الغلاف الجوي الكوكب الابر الارض تعرفون ايش معنى طبقه الاوزون طبقه الاوزون هذه يا شباب اللي هي موجوده كان أشعة الشمس ذبحتنا كلنا كان ما بقى أي أحد من البشرية أقعد يا ولد لا أقسم بالله العظيم ولد نكمل شرحنا لهذا اليوم فيا طلابي الأعزاء الأحباء ها وهي طبعا تكون متمركزة وين بشكل كبير في الجزء السفلي من تحت طبقة استراتوسفير عرفت شلون أستاذ اسمها استراتوسفير أنا داري بس شكرا لك يا طالب لأنك صححت هذا الغلط شكرا لأنك أنت صححته طبعا وشلون طبقة الأوزون أسمع بالله اللي قاطع المدرس الفاضل راح أتعامل معاه بتكسير ظهره أستاذ بيروح الحمام الآن اللي راح يتكلم راح أكسر تكسير بالأصابع خلاص خلاص هديها الله يطول لا تذبح طلابي الله يطول بعمرك بدنا شو راح خلينا نكمل شرحنا فنكمل موضوعنا يا شباب في يلا افصل من الوظيفه التعبانه هذه ولد فنكمل يا شباب وين وصلنا الله يخبص اللي خبصنا وصلنا عند النعت النعت يا شباب هو من التوابع ها ويسمى الصفه ايضا سبحان الله وياتي لبيان صفه الاسم الذي يتبعه فلا انتهى شرحنا لهذا اليوم مع السلامه كيف الشرح يا حضره المدير اعجبك ها اوريك صور استراتوسفير ايه ايوه خلاص خلصنا شرح شباب الاوزون الاوزون لونه ازرق كرافه يا استاذ شرح جميل الله يسعدك امشي استاذ في واجب يا شباب ها نمشي استاذ جيبوا لي طبقه الاوزون جزء ايه تقدر تفضل يلا نروح يا شباب يلا صبري في احد جاء من الطلاب وعلمني ان انت مخرج سلاح بالفصل الكلام هذا صحيح يا استاذ صبري استاذ صبري ها يا استاذ بيني وبينك ها حبيبي ها عيوني انت حنفي هذا مين هذا قاعد يسجل صبري انت مطلع سلاحك بالفصل ولا لا كلامي واضح احنا داخلين الرمايه ولا داخلين ندرس طلاب الله طول بعمرك داخلين انا ندرس الطلاب اذا طلع الكلام هذا صحيح راح ابلغ المدير يا طلاب يا طلاب في مضاربه استاذ يطعنون بعض استاذ وين مضاربه استاذ صبري تعال يا الله هذه طلعة يا طلاب المدير احترام وتقدير دعش المدير دعش خله ما حد قال له يا عيال الله يقلع ابنك بدل يعيب والله عندي فكره والله العظيم عندي فكره الحين اوريكم الحين شلون لازم اقضي على حنفي هذا اقضي عليه وافكه دبوش هذا مدرس دبوش ابغى جل علي تعال يا وحش هلا الولد الكفو صبري هلا 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 صاد مو قاعد ادخن انا من يبي يروح دز على كوالك قلنا قدام المدير يسلك اما من جده وصلك تذرف هناك تذرف لا اغتالك الحين هذه سيارتي لا مو سيارتي هذه سيارتي هذه ما هي بسيارتك لا ممكن هذه سيارتي الكامري اي هذه سيارتي هذه سيارتك اي حياك صبري السلام عليكم وعليكم السلام السلاح اللي معك هذا ايش؟ ايش السلاح هذا اللي معك يا مدير؟ ها؟ تعرف يعني هذا فقط يقوم ب لا السلاح اللي يطلق هذا كهرباء في سلاح يطلق عندك تهدئة المنتفضين تهدئة المنتفض بس لبق لبق على يمين لبق بس لبق لبق يا صبري ايه اسمع راسي يا صبري تعال يا صبري الطلاب اللي ما جوا اولياء امورهم شيلهم الله يهينك اولياء اللي ما جوا اولياء امورهم انا اشيلهم
انا اتفقنا. انا ما ادري، خذ علي برمه كذا شكلي يحيي اني انا سواق الله يطول بعمرك. ها يلا نوصل الطلاب يلا. اي وين اوديكم؟ اسحب عليهم تصب ما عليك. نبي نروح ملاهي يا استاذ. نروح ملاهي استاذ استاذ خبر. دقيقه هذا استاذ يظلمنا، هذا والطلاب اللي ورا ليش ما تاخذهم معنا؟ ليش ما ايوا علومكم طيبين والله طيبين مع الامور. الاستاذ اللي نبي نروح ملاهي، في ملاهي يمين ودنا اياها. ملاهي؟ ايه تمام ملاهي. استاذ مطفر تبعك السياره دي، انا ابوي مع سياره احسن منك. زين نسترشق احنا ما شاء الله. خلنا نروح معك طالبي. الله يبارك فيك ان شاء الله. يا ابوي روح وصل نفسك انت بنفسك. غالي سواق على الصباح رباح يا ابوي. ما شاء الله تبارك الرحمن. هذا بالولد الصافي، هذا بالعيال. بالله هذا شفت الاستاذ حنف اليوم بقس وجهه. ها بقس وجهه للدب هذا، بقس وجهه الله يسعدك. شوف والله انت ابشر بس خلنا نشوفه. هذا شفته والله يسعدك حبه على خشمه الله يسعدك. انت طالب مش محترم، انت طالب وراح اعذبك اليوم اذا ما تربيت بالبيت. السلام عليكم. انت اللي ترقد في المدرسه الثاني يوم؟ ابوي اهلك وينهم عنك؟ حصه يا طلاب. يلا 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 يا طلابي. لا طلابي انا. يلا طلابي انا. لا طلابي حنفي هذه حصتنا. حنفي حصتك. يلا انا حصتي يلا. تقول تقوم انا تبغى فلوس بونص؟ ها يا بدون طر يا صبري يا صبري يا انا نفسي. يلا الباب يوسع الجبل. توصل لفوق شو الباب؟ ما يسع جمل، يوسع الجبل لانك دب انت كتلة. انت قاعد تشغل حيز في الكلاس يا ابو يطلع. يا استاذ صبري لا تخليني اغلط عليك يا ابو يا استاذ. حرك راكع. يلا 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 يا ابو عبد الله. ابو عبد الله يلا ابو صقع. يلا استاذ صبري يغلط. هلا والله يا ابو عبد الله. رجال والله بس باقي المدير تضربه وتصير ارجل واحد في الدنيا. شفته شافته عيني المدير بس تمسكه. ابو عبد الله انا كابتن استاذ. ما قاعد متعز يا ايه ايه صح صحيح. هذا الكلام هذا صحيح صحيح. انا حالتي متأزمة جدا وانا في ايحاء في وضع يرثى له صراحة. ايه يرضيك هذا الشيء؟ يرضيك هذا الشيء يا مدير ان عندك مدرس في المدرسة؟ والله يعني انا شوف صراحة حنيت عليك. حنيت انا حنيت عليك لان عندي مشروع خارج المدرسه. فحبت بسم الله عليك. عندك مشروب خمر خارج المدرسه؟ خلاص يا وكيل. هاي حضره المدير تشرب خمر انت؟ اعوذ بالله. سمعتي حنف ايش قاعد يقول المدير؟ ابو عبد الله شو اسمك؟ ابو عبد الله اسمعني اطلع برا يا عبد الله. طلع برا كمل كلامنا يا حضره استاذ صبري. استاذ الفاضل انت الفاضل حبيبي. حبيبي تحياتي لك حبيبي. انا مثل ما شفت حالتك الوضع يعني الوضع عندك سيء جدا. الاموال صعبه وكذا وشفتك تسرق سيارات. يا جبتها على الجرح صراحه فيني بكيه. لا 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 ما تقول لي وصل الطلاب اللي بيوتهم انا عابس كذا على اصل. انا حسيت فيك امس يعني. حسيت بالمناسبه هذه انا يعني حاب اقدم لك مشروع المتواضع. هو مشروع يعني تحت القانون يعني ما يخالف ولا قانون واحد في الدوله. يعجبني انا المفكر التجاري. ايش رايك ايش مشروعك؟ تجيك الفلوس يعني من حيث لا تحتسب. انا بس يعني جوي الله يطول عمرك. كتوم سر يعني في الموضوع. انا اكثر واحد ممكن انه يكتم نفسه ترى. انا اقدر اكتم نفسي ثلاث دقائق عادي جدا ترى. هذا 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 اهم شيء. وثاني شيء انك ما تكون سهل الاعتراف والاستعلام. السلام عليكم. طبعا طبعا يعني انسان يعني صعب كتوم 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 نعم. فانا يعني ما راح اعطلك عن عملك ولكن ابيك الان تخلص حصص الطلاب واذا انتهينا من الدوام قابلني في خلف الحديقه الملكيه نتفاهم على المشروع الطيب. ابشر بعزك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. استاذ بسرعه 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 تراك مسختها تراك طولت ويك سير اضرب برا بسرعه ما غير قاعد تشرح وانتم العصا هذه تلعبون كثير انت ابوي. اطلع اضرب. يلا يا طلاب التركيب الكيميائي. اي حد يعرف التركيب الكيميائي يا طلاب؟ جاوب يا خلودي. استاذ التركيب الكيميائي هو الماده التي تتركب من سي وسين وصاد وعين وغين واللام. صح خمس درجات يا خلودي خمس درجات. خارج استاذ البركان يا شباب يتكون من ثلاث انواع. استاذ من السؤال يا الله يا ابو عبد الله لا فاتوره ولا شيء يدفع يا ابو عبد الله. استاذ جاوب اللمبات. انا قاعد اسمع صراخ ليش؟ ايوه قفت على اللمبات يعني شوف التلفزيون طايح ما عارفين يعلقونه بعد. تفضل. يا ليل عظيم اذا ما اشتغل
هدي اعصابك استاذ حنفي. خلاص لا 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 والله بسيط يا دبيبة لا تنهار علينا. يلا يلا بسرعه برا بسرعه. يلا عندي شرح عندي شرح. اطلع يا اخي اطلع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب. انا بصارحكم، انا ادري جتني جتني اخبار يا شباب ان انتم تخبون الاسلحة والعياذ بالله، صح ولا لا؟ تمتلكون استغفر الله ما نحب الاسلحة. استغفر الله ما كرشاش وبينما اقتل نفس حرام. اسمعوا انا يا شباب تمام، خلونا من الفيزياء والكيمياء، هذه اشياء انتم ملحقين عليها صح ولا لا؟ احنا الحين لازم نعلمكم على كيفية مسك السلاح والقنص على الساعة اللي فوق. تشوفون الساعة؟ شباب نبي المدير وينه؟ يا ابوي الكهرباء هناك، شوف مو عندي في الكلاس هنا. الله يطول عمرك، الكهرباء برا هناك عند ابو عبد الله. ابو عبد الله طال عمرك، المدير قالوا لي هني نبي نسدد، نبي نسدد فاترة الكهرباء. منو؟ منو يسدد؟ المدير سدد يا حضرة المدير سدد. من المدير؟ هذا المدير. هذا المدير. هذا هو. سدد يا حضرة المدير. حضرة المدير لو سمحت ابيك تسدد فاترة الكهرباء. الله يقلع. كم الفاتورة الله طلب عمرك؟ فاتورة المدرسة هذه طال عمرك 750,000. لونها قصر. بعدين نعطيها. كم اعطيتك؟ اعطيتك 750 بعدين 1000، صارت 750,000. تفضل. خلاص انا سددتها يا ابو عبد الله، سددتها. هو اخوي 750,000. اعطيتك 750,000. اخوي ما وصلني الا 1750. والله اني اعطيتك 750 بعدين 1000 صح؟ صارت 750,000. يلا تقدر تشغل كهرباء الله يطول عمرك. اقرب علي بابا. اسمع يا طالب، اسمع ان شاء الله عندي درس مشوق بالمرة ولازم تركزوا معي طول عمركم زين؟ اللي معه السلاح ابغى هذا الحين يقوم تمام ويقنص لي الساعه على الساعه 12. ها ركز معي على الساعه 12 لو بس بس بس. لا 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 طلقه طلقه على الفرد بالفرد يا غبل يا يلا يلا شنو فكك يا رجال حنف. بسم الله يا الله تعلميس يلا جيب كهرباء. خلاص يا عبد الله تبشر تفضل دور كمي تفضل. ايش عندك من الموضوع؟ ترى كنت انام. انت حاب تاخذ المال الوفير وانت نايم في بيتك؟ نعم اوف كورس. انا طالب عمرك يعني نبغى ناخذ المال باقل جهد واقل تكلفه يعني بدون مجهود. هل حاب انك تخاطر بحياتك ولا مو حاب يعني؟ اوف كورس. انت حاب تخاطر بحياتك؟ دقيقه لا لا في فلوس كثير ولا لا؟ في في ادعس كل ما زادت مره خاطرك كل ما زادت الفلوس يعني. طيب ايش اسوي؟ احب اعرفك على نفسي. معك احمد وزنيه ملك السيارات والاجرام. يا احمد ايش هذا؟ وجه الثاني احمد وزنيه ملك الاجرام. احمد وزنيه اسم مستعار. اي اسم مستعار. طيب كيف الطريقه؟ طيب اعطينا الزبده يعني. الزبده يا استاذ انت مثل ما تعرف في الدوله هذه اما تكون صالح فقران او تكون مجرم ومطبوخ، صح ولا لا يا استاذ؟ والله ما قلت لك كلمه صح صحيح. علشان كذا يعني انت ايش حاب نشتغل في اي مشروع؟ أنا طبعاً عندي صلة وتواصل ومعارف في جميع المواضيع يعني من الحشيش يعني إلى بيع الفازلين غير مرخص. بس يعني إيش حاب؟ فازلين غير مرخص حلو. نعم هذا فازلين غير مرخص تستخدم في استخدامات أخرى يعني لا يغرق الناس من فازلين، ولكن هذا يستخدم في أشياء ثانية. ولا تروح نيتك بعيد لا، هذا يعني يعني فاهم في الاتجار تجارة لكن تجارة داهم في رجولك عشان التعب. مدرس يوقف 20 ساعة فإذا رجله في مثلاً إيه فأنت يعني بالضبط يعني هذا الفازلين تدهن يعني بتلبس شراب وموك طيب حلو الله يكرمك. فيعني وش حاب ندخل في أي مشروع يعني؟ حاب ندخل في الحشيش ولا في الأسلحة؟ بعد الحشيش أنا أقول كويس كل شيء كل شيء كل شيء اللي تبغى. ولا حاب ندخل في السرقة يعني؟ أنا توابق ترى في السرقة. أنت تبغى سرقة ولا تبغى حشيش؟ حاضرين الله يسعدك. يعني إحنا نشوف إيش أكثر شيء أنت فاهم فيه. أنا تخصص كل أشياء، تبغى دراسة تبغى جرام تبغى كل شيء أنا حاضر. وكيف حاب نبدأ يعني؟ بدايتك كيف حاب؟ اللي تبغى أنت أنا حاضر. أنت بس جو بس جو وأنا معك. أنا أخاف يعني أختار شيء ما يناسبك أو يناسب. أنا يعني أنا قلت لك يناسبني اللي كل شيء. أنت روح بس. تبغى بيع حشيش حاضرين. تبغى ترويج حاضرين. انت شو ناسبك بس؟ اشوف ان نبدا نروج الحشيش على الطلاب بحيث انهم يقعوا في الحشيش يعني فاهم علي الخطه كيف؟ استغلال يعني. جميل. وش عندنا احنا في المركز تقول الحين؟ اي بس عندنا فواتير انا يا الحبيبة يا لك في المخدرات تبغى مخدرات شيء هذا ترى مروج محترم من تحت لتحت سم ان كانك تبغى شيء هذا حاضر. يتهمني هذا يتهمني امامك يا سعادة. يبوي كل شيء مسجل بالجوال دقيقة. معك 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 مدير المدرسة انت مدير المدرسة ليش طيب ما قلت عادي نروج عادي نروج الى هذا صبوا يا سعادة الفريق اول الموضوع وبما فيه عرفت كيف؟
ان الرجال هذا بياع. كنت رايح اتغدى انا والاستاذ صبري طيب قبل ما تكمل كلامك كذا تفضل معي اذا ما لك امر. ما شاء الله تبارك. السلام عليكم يا الناس الافاضل. يا ابوي انا ما اعطيتك 750,000. ما اعطيني 1,750 ويقول ان 750. والله العظيم اني اعطيتك اول شيء 750,000 يعني صارت 750,000. رفعنا شكوى ضد مدير المدرسه. طيب ايش المشكله يعني ايش تبغى انت الحين ايش تبغى؟ ما في مشكله ما في مشكله راح نسدد ان شاء الله. خلاص بس ادري فتح صوتك هذا. اصبر علينا يعني الرواتب ما نزلت يعني. بسم الله. ما لنا كذا. حنفي حنفي في مجرد. شو صار يا استاذ صبري شو صار؟ بسم الله. اسواد الحين وين رايح انت الحين؟ رايح المقابر السري. انكبوا يا عيال ادق على الشرطه اقول لهم تعالوا اقبض عليه ايش قاعد يسوي ذا يا عيال سلام عليكم شكرا بتجنني معك الله يسعدك انا راح اكلم اتحاد البولينج الان بحيث انه يخدمني بالخدمه الكبيره الخدمة. يعني فاهم علي وش الخدمه الكبيره ها يعني يهربني من البلاد هذه انا متورط لازم اهرب من المدينه هذه كيف راح نهرب يا كيف اكلب شويه يا ودي اسلمه بنفسي خباف هذا انت اسمع تمشي معي زي الالف وتركب معي الدبابه وتمشي معي ولا شلون يلا طول بعمرك ها أكيد. ليه؟ ايش فيك؟ فيك؟ السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حالك؟ هلا والله. اتوقع عرفتني صح؟ اي انت الممو ال هلا والله بالعيال شلونكم؟ طيبين يا شباب؟ والله الامور يعني يا شباب يعني ليه؟ ابو عبد الله شو السالفة يا اخي تكلم؟ بتعرف بتعرف كل شيء ان شاء الله. هذا جزاتي انا اللي مخاطر بنفسي وطارق على العشاء ار بي جي في المركز يا مريض انت وياه بتفكني ولا شلون؟ ترى مو من صالحك. ما تفكني ذا الحين ولا كيف؟ انتباه. تعامل معي بكل البساطة. من وزارة الداخلية على جميع المواطنين الالتزام بالقوانين وعدم مخالفتها. يلا اذبحني وفكني من الدنيا. ايش؟ كيف ايش؟ هذا مات؟ يا ابوي انت ايش؟ السلام عليكم. خلاص انت غيبوبة مت يعني ذا الحين. عملت الشرطة ولا ها؟ تمد يدك علي؟ تمسكني زي كذا قبل شوي ها؟ والله بقس وجهك تبقيس تسمع؟ تفاهم اضبط معك. تفاهم بقس وجهك. لا اقلع بالقلب لا 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 انا خطفني هذا الله يقلعه خطفني بسرعه انقذوني ترى ما سويت شيء كل اللي سويته انخطفت محاكمه ذا الحين يقلعه شو من مستقبلني يا عيال يا مروج يا بياع الاسلحه صوت ولا كلمه معاذ المدرس يا قدوه للطلاب يا ولا كلمه بارت على حقيقتك يا استاذ هلا بالعيال هلا والله بالرجال اذا ممكن يلا هيا شلونك؟ انا موكلي بس احتاج موكلي بالغرفه اذا ممكن عشان ناخذ تفاصيل القضيه خذ راحتك بس اسمع استاذ انا قاعد اخربها قاعد اقول اي قاعد اقول انا محامي وراح اطلعك نجحني ولا لا بالعربي انجح ابوك اللي جابوك ادخن بالفصل ولا لا دخن قدام عبد الله ذاك المدير بس خلني اعض هذا الكلبش اللي معك اسمع هم عليك تهم انك قاتل عساكر فجر ما مسوي شو مسوي انت يا موكلي العيد 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 يا شيخ وش عليك اركب اركب سلام 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 اشرد 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 يا خبل ما معك هذا الدبل اهرب اهرب اي طريقه كلنا طلابك يا استاذ هي طبعا انت بس اشر اشر هيا الله بسرعه انا اخذ درس بسرعه الحين هلا نروح المدرسه الحين عقب الحفل هذا تبي تروح المدرسه اعطيهم ان شاء الله حاضر كيف نجلد الاساكر الحين تبي ندش الفصل كذي ولا يا ليل يا ليل يوقا ها ايوه يا استاذ يا استاذ استاذ صبري احنا نمون على بعض يا استاذ صبري لا 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 انت محضر قبل شوي في المحكمه صبري ما كنت ناوي ما بين يا ابو صبري انا معي سلاح صح ابو صبري قاعد تشهد المحكمه ايوه ابو صبري ايوه بعد 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 بعيد العشرة اللي بينه يا ابو صبري العشرة على ابو العشرة يا شيخ ارجع والله ارجع يا ابو يا استاذ صبري يا استاذ ما بين السوالف هذه في حصة كيمياء تاخذ حصتي يا الطلاب موجودين بس مسكت استاذ اي مسكت ايش كذا عندك كلمه حاب تقولها قبل ما لا سمح الله يعني لا استاذ صبري انتم بدكم تاخذون رهينه ولا يا استاذ صبري ما بين يا استاذ صبري يا ابوي العيش والملح والعشره اللي بينه يا والله قلب العشره اللي تعرفها خلنا اخلص عليك وريحك يا لا يا استاذ انا عندي اليوم حصه كيمياء خلنا اخلصها بعدين اقتلني يا استاذ صبري اخوي جا وراك استاذ
والله كنت بعيد عنه. وش اللي صار؟ شكرا على ديدك اللي حماني، شكرا. Ram, 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 hollers in the paper. Do my, put my problems, problems, paper.